بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذا الحديث صحيح حيث رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وفيه بشارة لمن صام يوما في سبيل الله فصيام له أجر عظيم، وخاصة إذا كان في سبيل الله. ففي قوله من صام يوما في سبيل الله يحتمل أمرين، أحدهما أن المراد في سبيل الله وهو خارج للجهاد في سبيل الله صام، والاحتمال الثاني وهو الأقرب والله أعلم أن المراد من صام ابتغاء وجه الله جل وعلا لا رياء ولا سمعة، وإنما صام ابتغاء وجه الله تعالى، فصيام يوم يباعد بينه وبين النار 70 خريفا. والمراد بالخريف هنا السنة، حيث أن السنة ليس فيها إلا فصل واحد خريف، يعني 70 سنة، مسافة 70 سنة. والخريف هو ما بين الصيف والشتاء، هذا هو فصل الخريف، وهو يشمل من الأشهر الشمسية، يشمل الميزان والعقرب والقوس، 3 الأشياء التي هي وقت الخريف. وذكر الله جل وعلا على لسان رسوله الخريف لينتبه المؤمن لهذه النعمة العظيمة، حيث أن في فصل الخريف تجتمع الثمار وتستوي ويكثر الخيرات، وأن صيام يوم في سبيل الله نفلا يباعد به عبد يباعد بينه وبين النار 70 سنة، وليس بين الجنة والنار شيء، لكن الله جل وعلا يمنعه من النار ومن قربها ويدخله الجنة، وإذا دخل الجنة سعد، وليس هناك دار وسط بين الجنة والنار، بل أم الجنة وإما النار، نسأل الله العافية والسلامة من النار. اقرأ. مفردات الحديث: خريفة، الخريف أحد فصول السنة واقع بين الصيف والشتاء، وبروجه 3 هي الميزان والعقرب والقوس. الخريف الذي يعني الفصل الذي نحن فيه، نحن الآن في فصل الشتاء، ثم يأتي الخريف، ثم بعده الشتاء، نحن في فصل الصيف الآن، وبعد الصيف الخريف، وبعده الشتاء، وبعده الربيع، 4 فصول في السنة. نعم. والمراد هنا السنة كلها من باب تسمية الكل باسم بعضه، وإنما خص بالذكر من دون بقية الفصول، لأن فيه تنضج الثمار وتحصل سعة العيش.
ما يؤخذ من الحديث: أولاً الصيام من العبادات البدنية الشاقة، والجهاد من العبادات المالية شاقة يعني المتعبة، لكن المرء يصبر على ذلك ابتغاء وجه الله. وبالصبر تجتمع أنواع الصبر الثلاثة في الصيام، تجتمع أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة، كلها تجتمع في الصيام. الصبر على الطاعة معلوم، والصبر عن المعصية معلوم، والصبر على أقدار الله المؤمنة على الجوع والعطش وعدم الأكل يصبر المؤمن على هذا. فلذا قال جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجراهم بغير حساب. أولاً الصيام من العبادات البدنية الشاقة، والجهاد من العبادات المالية والبدنية الصعبة. فمن قوي عليهما جميعاً وقام بهما فقد بلغ القمة في بذل الوسع والطاقة في عبادة الله، وآثر محبة الله تعالى على راحته، فجزاؤه كبير على قدر نصبه الشاق، وذلك بأن يبعد من ذلك أن وذلك بأن يبعد من جهنم وعذابها مسافة 70 سنة. ثانيا: إن العدد لا مفهوم له، وإنما تذكر الأعداد على سبيل التكثير والتوضيح، كما أن من زحزح عن النار فقد أدخل الجنة بموجب وعد الله. العدد لا مفهوم له، إذا قيل بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، قد يكون أكثر وقد يكون أقل، لكن لإحاطة العباد بهذه المسافة البعيدة أنه لا يأتيه من النار شيء يؤذيه. إن العدد لا مفهوم له، وإنما تذكر الأعداد على سبيل التكثير والتوضيح، كما أن من زحزح عن النار فقد أدخل الجنة بموجب وعد الله تعالى، إذ ليس هناك جهة غير الجنة أو النار. ثالثا: وفي الحديث فضل الجهاد في سبيل الله، ومقام الجهاد في الإسلام معلوم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وذروة الجهاد في سبيل الله، ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ كف عليك هذا. قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: الجهاد في سبيل الله، الإسلام حصن حصين للعبد، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، يعني أعلى شيء من تعاليم الإسلام ومن أعمال المسلمين الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد في سبيل الله يعرض المسلم نفسه للقتل والاضطهاد، ويصبر على ذلك لأجل إرضاء الله جل وعلا. نعم. رابعا: يقيد الصيام في سبيل الله بعدم إضعاف بدنه عن الجهاد، فإذا أضعفه فالمستحب له تركه، لأن الجهاد مصلحة عامة متعدية، والصوم عبادة خاصة قاصرة على صاحبها، وكلما عمت مصلحة العبادة كانت أنفع أولى. يعني أنه يشترط في الإذن للمجاهد الصيام أن لا يضره ولا ينقص قوته، لأن بعض المسلمين إذا صام ما استطاع أن يتحرك ولا يذهب ولا يجي ولا يعمل شيء، فهذا لا يشرع له الصيام إذا كان في حالة جهاد مع العدو. وإنما بعض الناس يكون عنده قوة وشجاعة فكان يجاهد وهو صائم، وهو صائم، كداود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان لا يفر إذا قابل العدو أبدا. فيشترط في الإذن في الصيام للمجاهد أن لا يضره وينقص قوته.
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم خرجوا معه من المدينة للجهاد في سبيل الله لفتح مكة، وكانوا يصومون أكثرهم لأنهم خرجوا في رمضان، وكانوا يصومون. لما قربوا من العدو قال إنكم قربتم من عدوكم ولعلكم تفطرون، فأفطر بعض الناس وصام بعضهم. ثم لما وصلوا إلى مكان قريب جدا من مكة قال لهم عليه الصلاة والسلام عليكم بالفطر، عليكم بالفطر لأنكم وصلتم إلى عدوكم. فلما أخبر عن بعض الناس أنه استمر على صيامه قال أولئك العصاة، العصاة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم مع الإذن لهم بالصيام إذا كان لا يشق عليهم. نعم. خامساً قوله ما من عبد، عبودية الخلق لله تعالى قسمان. عبودية قسمان، وبعضهم جعلها ثلاثة أقسام ولا منافاة بينها، قسمان مؤمن وكافر. الكل عبيد لله جل وعلا، عبودية الذل والخضوع والتواضع، الأمر والنهي، أنه خاضع لأمر الله ونهيه، هذا عبد وإن كان كافر. وعبودية تذلل وخضوع وطاعة لله جل وعلا، هذه عبودية المسلم. فالمؤمن يعبد الله جل وعلا بإذعان وإقبال على الطاعة، وأما الكافر فهو يعبد الله رغم أنفه، وإن لم يمتثل أمر الله جل وعلا فهو عبد لله مأمور مدبر من أمر الله جل وعلا، ما يستطيع أن يفلت عن أمر الله شيء. والأمر والعبودية العامة كقوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كلهم عبيد لله المسلم والكافر. وعبودية المسلم هي عبودية الخضوع والتذلل والاستجابة لأمر الله جل وعلا، كما قال جل وعلا لا تحزن إن الله معنا. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر بأن لا يتأثر من هذا ولا يخاف من الكفار لأن الله معه، فالله مع المؤمنين معية خاصة. وبعضهم يجعلها ثلاث المعيات، معية عامة، معية الكافر، الله جل وعلا مع عباده كلما الكافر والمؤمن بحفظه وانتباهه واهتمامه بهم، ومع المؤمن ومع العبد الصالح. وبعضهم يجعلها ثلاث، يقول عبودية الله جل وعلا للكافر هذه مفروغ منها وهو عبد لله، وعبودية المؤمن لله حفظه وعنايته به سبحانه وتعالى، وعبودية النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء أخص من سائر العبوديات. الله جل وعلا يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فعبودية الرسول صلى الله عليه وسلم لربه أخص من غيرها. نعم. خامسا قوله ما من عبد، عبودية الخلق لله تعالى قسمان، عبودية عامة وعبودية خاصة. فالعبودية العامة تشمل جميع المخلوقات ويدخل فيها الكفار والعصاة، قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فهي عبودية كونية يخضع لها الجميع، فهو المتصرف فيهم بالإحياء والإماتة والنعم والنقم،
فهم في قهره وسلطانه، وهم عبيده المسخرون بخلقه وأمره. والعبودية الخاصة هي التي تكون للمؤمنين، فهم متعبدون لله بطاعته، ممتثلون لشرعه، منفذون لحكمه، في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذا الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. يعني كان عليه الصلاة والسلام أحياناً يسرد الصوم باستمرار، يصوم الأيام المتوالية حتى نقول سيستمر في صيامه، وأحياناً يفطر ولا يصوم في أثنائها فنقول إنه سيستمر في الإفطار، أحياناً كذا وأحياناً كذا. ولعل هذا راجع إلى حالته صلى الله عليه وسلم، أنه أحياناً يكون مشغول بمصالح الأمة فيفطر لأنه أقوى له، وأحياناً يصوم لأنه متفرغ من الأعمال الظاهرة وغير ذلك فيكثر من الصيام، فيجعل الصيام والفطرة حسب ظروفه عليه الصلاة والسلام. فيحسن بالمرء أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سنحت له مهمة الصيام فعليه أن يكثر من الصيام ولا يفطر. فإذا انشغل بالجهاد أو انشغل بالعلم أو انشغل بالمذاكرة أو بالاختبار أو بأي عمل من الأعمال فلا بأس عليه أن يؤخر الصيام لوقت فراغه وقدرته. وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون صومه وفطره حسب ظروفه وحسب ما يتهيأ له. قد يتهيأ له الصيام فلا يفرط في هذا، وقد يتهيأ له العمل فيبديه على الصيام، لأنه إذا صام ربما يكسل المسلم عن بعض الأعمال، فنقول له: يحسن بك ألا تصوم في هذه الأيام لأنك مشغول بكذا وكذا وكذا. مفردات الحديث. تقول رضي الله عنها: وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان. ما كان عليه الصلاة والسلام يصوم بعض الأشهر إلا رمضان هو الذي يصومه شهرا كاملا، وأما ما عداه فكان يصوم في الشهر ويفطر لئلا تشتبه على الناس الأشهر برمضان. فلا يليق بالمرء أن يفطر كل الشهر، كما لا يليق به أن يصوم كل الشهر، وإنما يصوم بعض الشهر ويفطر إلا رمضان، حيث أنه واجب الصيام كله. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر منه صياما في شعبان. شعبان ليس أفضل الشهور، وإنما شعبان يصومه عليه الصلاة والسلام لأنه يتهيأ له ذلك، وربما يكون مقيما، وفي غير شهر شعبان يكون إقامته قليلة، وربما يكون قادرا على الصيام ونشيطا فيه فلا يبالي فيه، وربما ينشغل عن الصيام في غير شعبان فكان يصومه. وقال ولما سئل عن ذلك صلى الله عليه وسلم قال: ذاك يوم يغفل، ذاك شهر يغفل الناس عنه، يغفل الناس عنه، فلا يصومون في شعبان، لأن شعبان بين رجب ورمضان، ورجب شهر حرام فيستحب صيام منه كثيرا،
ورمضان يجب صيامه، فيستحب الإكثار من الصيام في شعبان لئلا يغفل الناس عن ذلك، ولأجل الاستعداد لرمضان، لأن المرأة إذا أكثر الصيام في شعبان يجد الراحة في صيام رمضان، يكون لا يشق عليه، بخلاف إذا كان صيامه قليلا في شعبان وصيامه في السنة قليل فإنه يشق عليه الصيام في رمضان. نعم. مفردات الحديث: حتى هي الجارة التي بمعنى إلى، والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة وجوبا، وأن والفعل المضارع في تأويل مصدر مجرور. نقول إلى أن نقول، يعني يفطر إلى أن نقول إنه لن يصوم في هذا الشهر شيء، أو يصوم حتى نقول إنه لن يفطر في هذا الشهر. نعم. والفعل المضارع في تأويل مصدر مجرور بحتى، تقديره حتى قولنا. ما يؤخذ من الحديث: أولا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرد الصيام أياما كثيرة متوالية حتى يظن أنه لن يفطر إلا أنه لا يكمل صيام شهر غير رمضان، ويفطر الأيام المتواصلة حتى يظن أن لن يصوم. ثانيا، لعل عذره في موالاة الصيام تارة وموالاة الإفطار أخرى، أنه صلى الله عليه وسلم يراعي المصلحة في ذلك، فإن وجد فرصة أيام خفت أعماله فيها صام، وإن زحمت أوقاته بأعمال المسلمين العامة فضل الإفطار والتفرغ لها على الصيام. ودليل ذلك أن صيامه أو فطره لم يكن بوقت خاص أو شهر خاص. ثالثا، أما شهر شعبان فكان يكثر فيه صلى الله عليه وسلم من الصيام، وذلك إما تعظيما لشهر رمضان وصومه وجعل الصيام فيه كالراتبة قبل الفريضة في الصلاة، ولعل من الحكمة في ذلك التمرن والاستعداد لصيام رمضان، فلا يأتي والنفس لم تعتد على الصيام. وبعضهم قال: لأن شهر شعبان يغفل عنه الناس لوقوعه بين شهرين عظيمين رجب ورمضان. قال في سبل السلام: ويحتمل أنه كان يصومه لهذا. سبل السلام شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله. نعم. ويحتمل أنه كان يصومه لهذه الحكم كلها. رابعا، وفيه دليل على أنه لا يخص بصيامه وقتا دون وقت، فينبغي للمسلم مراعاة المصلحة في عباداته، فيقدم منها الأهم فما بعده، ويقدم منها ما يتعلق بالمصالح العامة، ولا يغفل عن غيرها، فتوزيع الوقت وتنسيق الأعمال مما يحث عليه الشرع الشريف. خامسا، وفيه أنه ينبغي للمسلم أن يسوس نفسه ويمرنها على طاعة الله تعالى حتى تعتاد ذلك وتألفه، وتصبح العبادة سهلة عليها بعد أن كانت شاقة وثقيلة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الحج سيأتي في وقته إن شاء الله. يقول السائل: إذا صمت يوم الاثنين بنية صيام الاثنين ونية صيام الست من شوال بنية ونية الأيام البيض، فما الحكم؟ إذا صمت يوم الاثنين أو يوم الخميس بنية أنها يوم فاضل، وصامه النبي صلى الله عليه وسلم، وصمته بنية أنه من الست من شوال، أو صمته بنية أنه ثلاثة الأيام من الشهر البيض، فلا حرج عليك في ذلك، بل هذه العبادات تتداخل بإذن الله. يقول السائل: أتيت بعمرة اليوم وسوف أذهب إلى الطائف، فهل علي شيء إذا حجيت هذه السنة؟ أتيت بعمرة اليوم
عمرتك هذه في شهر شوال، فأنت متمتع بالعمرة إلى الحج إذا حججت، وإذا لم تحج فلا بأس عليك، لكن إن حججت فأنت متمتع، سواء أتيت بعمرة من الطائف أو من غيره فأنت متمتع بالعمرة إلى الحج. إذا ذهبت إلى الطائف وأتيت بعمرة فأنت متمتع بالعمرة إلى الحج، يلزمك هدي الحج إذا لم تكن من حاضر المسجد الحرام. أما إذا كنت من المقيمين بمكة فلا يلزمك هدي. يقول السائل: هل يعد الشعر النابت على الرقبة من اللحية؟ لا يا أخي، النابت على الرقبة ليس من اللحية، وإنما اللحية ما نبت على اللحيين والذقن، هذا اللحية. يقول السائل: ما هي المسافة التي يصح للإنسان أن يمر بها بين يدي المصلي؟ ما في تحديد، إلا أنك تبعد عن مكان سجوده، وإلا فلا أعرف أن فيه تحديد بذراع أو ذراعين أو ثلاثة أذرع، وإنما عليك أن تبعد عن موضع سجوده. يقول السائل: جئت من مصر إلى الطائف، والآن أنا موجود بمكة وأريد أن أعمل عمرة، من أي مكان أنوي العمرة، وما المدة بين العمرة وأخراها؟ ما ورد تحديد فيما أعلم بين العمرة والعمرة. يقول عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والعمرة إلى العمرة قد تكون قريبة وقد تكون بعيدة، قد تكون في السنة مرة واحدة، وقد يكون في الأسبوع عمرتان، لكن العمرة هي التي تقدم بها إلى مكة. إذا قدمت إلى مكة بعمرة فحسن، وأما أن تحرم من مكة وتخرج إلى الحل فهذا خلاف الأولى، إلا إذا أقمت بمكة إقامة طويلة ورغبت في الاعتمار فإنك تحرم من الحل، ما يصح لك أن تحرم من مكة، وإنما تحرم من الحل من خارج حدود أميال الحرم وتدخل مكة بعمرة. يقول السائل: ما معنى الخلاف في قول بعض العلماء صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم وصلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ المهم أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتشرك معه في الصلاة آله، وهم قرابته أو أهل دينه، وتشرك معه صحابته وهم الذين صحبوه عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: أنا مقيم في مكة والمدينة منذ 10 أشهر تقريبا، فهل إذا اعتمرت في أشهر الحج أكون متمتعا أم لا؟ أنا مقيم في مكة وفي المدينة، ما يصلح أن تقول أنا كذا، لأنك مقيم في أحدهما، ما تتبعض. فإن كانت إقامتك في مكة فأنت مقيم في مكة، وإن كانت مقيم في المدينة فأنت في المدينة، وإن كنت شهرا هنا وشهرا هنا فلا يصلح أن تكون مقيما في مكة والمدينة، وإنما تقيم هنا أحيانا وتقيم هنا أحيانا. فالمقيم بمكة الثابت إقامته في مكة هذا يعتبر من حاضر المسجد الحرام، وأما المقيم في المدينة فلا يعتبر من حاضر المسجد الحرام، وسقوط هدي التمتع عن المقيم بمكة دون المقيم بالمدينة. يقول السائل: هل إزالة النجاسة من غائط وبول تنقض الوضوء؟ إذا كانت إزالتك أثر النجاسة الخارجة من الذكر أو من الفرج من القبل أو الدبر خارجا منها فلا يصح قبله وضوء ولا تيمم،
وأما إذا كانت علقت النجاسة فيه فيصح وضوءك وتزيل النجاسة. إيضاح ذلك: إذا مثلا خرج منك البول والغائط وأخرت الاستنجاء حتى تتوضأ فهذا جهل ولا يجوز ولا يصح وضوءك. أما إذا جلست على نجاسة فتنجس دبرك أو تنجس قبلك فلك أن تزيل النجاسة هذه بدون أن تمس الذكر والدبر. إذا لم تمسسه فإزالة النجاسة لا ينتقض وضوءك بها. يقول السائل: أخي في السودان مشلول، هل يصح أن أعتمر له؟ لك أن تعتمر عنه، لكن يلزم أن تخبره قبل أن تعتمر عنه حتى ينوي هذا، لأن العمرة قربة ولا بد للحي من نية هذه القربة. يقول السائل: ما حكم الكذب في مصلحة الإصلاح بين الطرفين والشهادة في حال لا يكون فيه ضرر على الطرفين أو المصلحة العامة لتيسير أمور الحال؟ إذا كان كذبك للإصلاح بين الطرفين فهذا مستحب ولا يضيرك الكذب، كأن تقول لأحدهم: والله يا أخي لقد سمعت فلانا يمدحك أو يثني عليك، وتقول الآخر مثل ذلك لأجل أن تؤلف وتقرب بينهما، فلا بأس بذلك، لقوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فالكذب للمصلحة جائز، ويقول عليه الصلاة والسلام، تقول الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيح أو يجد الكذب إلا في الإصلاح بين الناس، وكذب الرجل على زوجته والزوجة على زوجها. فما كان من باب الإصلاح فلا بأس، وما كان فيه ضرر على أحد فلا يجوز. يقول السائل: جئت من بلدي أريد الإقامة في مكة واعتمرت لنفسي وأريد الحج، فهل يصح لي أن أعتمر لغيري الآن؟ اعتمرت عن نفسك، لك أن تعتمر عن غيرك. واعلم أخي أن العمرة المشروعة هي التي تدخل بها مكة، وليست العمرة المشروعة التي تخرج من مكة لتعتمر، وإنما إذا قدمت إلى مكة بعمرة عن نفسك وعن غيرك فلا بأس عليك. يقول السائل: متى يجوز الجمع ولا يجوز القصر؟ لا تلازم بين الجمع والقصر، فقد يجوز الجمع ولا يجوز القصر، وقد يجوز القصر ولا يجوز الجمع، وقد يجوز كلاهما ويمتنع كلاهما. فيجوز الجمع دون القصر للمريض في بلده، فله أن يجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولا يسوغ له أن يجمع أن يقصر لأنه في بلده وليس مسافر. والمسافر يسوغ له الجمع والقصر إذا جد به السير، أما إذا كان نازلا فيجوز له القصر ولا يجوز له الجمع وهكذا. وأما المقيم في بيته وبلده فلا يسوغ له الجمع ولا القصر. أربعة أحوال كلها تصح للمسلم أن يأتي بواحد منها. يقول السائل: ما هو أفضل الصيام، صيام يوم وفطر يوم أو سرد الصيام كفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟
أفضل الصيام كما قال عليه الصلاة والسلام: صيام داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما، هو أفضل الصيام، مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يتمكن من هذا. يقول السائل: هل يشترط سعر اليوم لبيع عملة بأخرى؟ إذا كان الصرف يدا بيد فيجوز فيه الزيادة والنقص إذا كان عملة بعملة أخرى. إذا صرفت ريالا بدولار أو بجنيه أو بدرهم أو بدينار فلك أن تزيد وتنقص، لكن يلزم أن يكون يدا بيد، ما يؤخر بعضه عن بعض إذا كان يدا بيد. وأما التساوي فإذا كان صرف ذهب بذهب أو فضة بفضة أو عملة بنفس العملة فلا يجوز فيها الزيادة ولا النقص، كما يجب التسليم يدا بيد. يقول السائل: نزلت شعرة من لحيتي وأنا محرم، هل علي شيء؟ ليس عليك شيء إذا نزلت بدون فعل منك. يقول السائل: أقيم بمكة 3 أشهر حتى الحج وأعمل عمرة في شوال وذي القعدة، فهل علي هدي؟ نعم عليك هدي، ما دامت إقامتك 3 أشهر فلست من حاضر المسجد الحرام، وإنما حاضر المسجد الحرام والذي ينوي الإقامة الدائمة، نوى الإقامة الدائمة حتى لو سافر في أثنائها. يقول السائل: قريبي عنده زواج ويوجد في حفل زواجه منكرات، هل يجوز لي الحضور وهل يجوز إعانته؟ هذا لا يخلو، إن كنت إذا حضرت المنكر غيرته وتكلمت بأن هذا لا يجوز سواء أطاعوك أو لم يطيعوك، فالأولى لك الحضور حينئذ لأن تغيير المنكر مستحب. أما إذا كنت تسكت عن المنكر، تسمع وتسكت، فلا يجوز لك حضور المنكر حينئذ. فعلى المسلم أن يجعل نفسه آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر دائما وأبدا، ولا يستحي، فإن أطيع فالحمد لله، وإن عصي فقد برئت ذمته والإثم على من أعلن المنكر. وعليك أخي أن تعرف المنكر ما هو، لأن ليس كل ما يحصل في الزواج يقال له منكر، قد يكون اجتماع مثلا أو تكلم بكلام حسن أو نحو ذلك أو نوع من التعريف أو نحو ذلك فلا بأس، وإنما المنكر هو الغنى، الغنى الذي يحرك الشهوات والأشياء المحرمة، فهذا لا يجوز لك حضوره، وعليك إذا حضرت أن تنكر وتأمرهم بالكف عن المنكر، فإن أطاعوك فبها ونعمت، وإن لم يطيعوك فلا إثم عليك. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.